اليوم حد مبنى الحي في دكانة، وبالدكانة في جارة بين الأناني محتارة. هيدا بجن ولو غالي شوي، هون روعة لو كتار شوي. وبرأيهم جارتهم الفهمانة بالمصاري غرقانة، سهرة مثل الحرير، أكيد صرفت كتير. بس جارتهم ست قديرة ما بتكب ولا ليرة، لأن لشعر ناعم وتمام ما بشتري أوهام. بيرت المستوحى من الخلطات العربية التقليدية بكفي وبيوفي.